السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. كلامنا النهاردة إن شاء الله عن لون جميل جدا هيعجب حضراتكم، هو لون الشامبين. لون الشامبين هو مزيج ما بين اللون الذهبي واللون الفضي. في شامبين فضي وفي شامبين ذهبي، الفضي اللي هو بيميل للفضي والذهبي اللي بيميل للذهبي. خلونا نكون مع بعض اللون الشامبين. هنحتاج لون أبيض لؤلؤي أو أبيض ميتاليك، وهنحتاج بودرة فضي، وهنحتاج بودرة ذهب. الموضوع سهل جدا جدا وهيعجب حضراتكم. خلونا الأول نعمل اللون الفضي، نكون اللون الفضي. فاللون الفضي هنجيب شوية من الأبيض، وهنحط كمان شوية عشان نكون اللون الذهبي. بالنسبة للون الفضي هناخد شوية من البودرة، البودرة الفضي، ونقلب كويس جدا. كده انا كونت الفضي الميتاليك، لون فضي. ممكن عشان الإضاءة قوية شوية مش باين درجة اللون، لكن ده اللون الفضي. ولو حابب أظهر اللون كويس ممكن بمركز اللون الأسود، وآخد سنة صغيرة من على الغطا كده، سنة صغيرة خالص، وابدا اقلب كده. انا ظهرت اللون الفضي كويس جدا، وممكن اتحكم في الدرجه بتاعته ان انا ازود مركز اللون الاسود. كده احنا كونا اللون الفضي الميتاليك. هنكون اللون الذهبي الميتاليك بنفس الطريقة، لكن هنستخدم البودرة الذهبي. ونقلب كويس جدا. كده انا كونت اللون الذهبي الميتاليك الذهبي، إضافة البودرة الذهبي على لون الأبيض اللؤلؤي. تعالوا بقى نكون اللون الشامبين. كده احنا عندنا فضي ميتاليك وعندنا ذهبي ميتاليك. لو حبينا نعمل لون شامبين زي ما اتفقنا في الأول ان هو مزيج من الفضي والذهبي، فلو حبينا نخليه مايل للفضي فهناخد شوية كده من الفضي نحطهم مثلا هنا، وناخد سنة صغيرة من الذهبي ونقلب. كده احنا عملنا لون شامبين مايل للفضي. هنجيب قطعة خشب عشان نشوف الشكل عامل ازاي. طيب انت ممكن تقولي ان هو كده لون فضي، لا هوريك الفضي لما تحط جنبه عامل ازاي. ده الفضي، ده الشامبين اللي مايل على فضي، وده الفضي نفسه. طيب نعمل ايه الشامبين اللي مايل على ذهبي؟ يبقى هيكون الأولوية للون الذهبي. هنجيب الذهبي كله وناخد عليه سنة صغيرة من الفضي.
ونقلب. شوف كده، ده كده الشامبين الذهبي. طيب ايه الفرق بينه وبين الذهبي؟ تعالوا نشوف الذهبي. ده الذهبي طبعا الإضاءة مش موضحة قوي يعني. كده ده شامبين اللي مايل على فضي، اللون الفضي، شامبين اللي مايل على ذهبي، الذهبي. طبعا انا شايف الالوان عندي واضحة جدا الفروق ما بينها، ممكن عشان الاضاءة تكون الفروق مش باينة قوي في التصوير. من الالوان الجميلة جدا في عالم الديكورات، حتى في عالم الملابس والموضة. طريقة سهلة جدا وموفرة، خامات بسيطة جدا، استخدمنا بودرة ذهبي وبودرة فضي، واستخدمنا لون ميتاليك أبيض لؤلؤي، أساس مائي طبعا اللون الشامبين. أتمنى الطريقة تكون عجبت حضراتكم وإن احنا نبدأ نجربها، ويسعدني أشوف تعليقات حضراتكم على الطريقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات الجاية. سلام عليكم.